مشاهدين مساء الخير واهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقه الجديده من مشوار البطوله والتي نقدمها لكم من داخل نادي اسوان الرياضي بمدينه اسوان. أعزائي المشاهدين من داخل نادي أسوان الرياضي، كان هذا اللقاء مع الكابتن مصطفى عبد العال المدير الفني للعبة كرة السلة، هيكلمنا عن لعبة كرة السلة بشكل عام داخل نادي أسوان. أهلا بك معنا النهارده كابتن، برحب بك. أهلا وسهلا أستاذ يحيى، وأهلا بحضرتك والسادة مشاهدي البرنامج مشوار البطولة. كابتن مصطفى، قبل ما نتكلم عن لعبة كرة السلة نتكلم عن مشوار مصطفى عبد العال الخاص بكرة السلة. والله طبعا يعني الحمد لله الواحد بيلعب يعني في الباسكت من مدة طويلة، يعني لاعب في قطاع لا اكثر من 30 سنة يعني في مجال الباسكت. كانت بدايتك فين كابتن مصطفى؟ بدايات في مراكز تدريب الناشئين، كان في مشروع كان زمان بتعمله وزارة الشباب والرياضة مراكز تدريب الناشئين، كان بتعمل في جميع المحافظات، وده برضو ده من الحاجات اللي كانت عاملة رواج لكرة السلة، ولي فترة وقف ما عرفش برضو ليه. كان بدايات في مراكز تدريب الناشئين، بعد كده ابتدينا كان هنا في نادي أسوان، بعد كده ابتدى في مركز شباب المدينة، وبعد كده المشروع وقف، بعد كده خلاص بقى عملنا المشروع. ده كان بياخد يعني ناشئين صغيرين، مراكز تدريب الناشئين كان بيبدأ من 9 سنين وعشر سنين. كويس، ده على مستوى الجمهورية، يعني بمثابة مدرسة الكرة حاليا، زي مدرسة الكرة بس بقى من بإشراف من شباب الرياضة، وبترعاه ماليا وإداريا، وكان بيبقى تجمعات في الصيف بيجمعوا كل المحافظات كل المشاريع على مستوى الجمهورية، وتعمل زي مسابقات بينهم وبين بعض. كويس تمام. بعد ما خلص المشروع وابتدينا خلاص عملنا مجموعة هنا ناشئين في نادي أسوان. ده كان عمره قد ايه؟ ده استمر حوالي 5 سنين أو 6 سنين، استمر على جميع الالعاب، باسكت وهاندبول وطايره، وكان في كوره وسباحه، كان على جميع الالعاب. ده برضو دي كانت من الحاجات اللي هي كانت عامله طفره في الالعاب دي، بما يوازي الكوره طبعا منتشره طبيعي، لكن المشروع ده كان عامل طفره كبيره بالذات في السله، في الهاندبول، في الطايره، في السباحه كان موجود، فكان عامل طفره.
بعد ما انتهينا من المرحله دي طبعا خلاص بقى سجلنا في فرقه النادي هنا الناشئين نادي اسوان. نادي اسوان تمام. بعد كده انتقلنا للساحه مركز شباب المدينه. في مرحله الناشئين كان في مثلا في بطولات في مركز الشباب بره اسوان داخل اسوان كنا بنلعب طبعا بتصفي الاول بطولات زي اللي بتحصل هنا في اسوان بتصفي داخلي. بعد كده على الصعيد بعد الصعيد بتلعب جمهوريه بتصفي. يعني احنا لعبنا 14 سنه وصلنا برضو للنهائيات 16 سنه بس ده كان كله في باسم مركز شباب منشيت النوبه. تمام. مركز شباب منشيت النوبه لعبنا 14 و16 و18 يعني بعد موضوع البرنامج اللي هو في البدايه بعد كده اشتركت في نادي ايه؟ نادي منشيت النوبه. منشيت النوبه ايوه تمام. بعد في المنشيه بقى تدرجنا ل 14 16 18 كنا بناخد هنا اسوان مركز اول. بعد كده بتتصفي على الصعيد تصفي بعد كده توصل بطولات الجمهوريه. بطولات الجمهوريه بتبقى العمليه طبعا بتخش في ليفلات او مستويات يعني يعني نوصل باب للنهائي ونرجع. بعد كده بقى خلاص تدرجنا وصلنا طبعا قبل النهائيات دي بتبقى يعني بالنسبه لمراحل الناشئين دي يعني بعد كده خلاص عدينا مرحله الناشئين لعبنا الدرجه الاولى. الدرجه الاولى في المنشيه صعدنا من الدرجه الاولى ممتاز. بعدين ممتاز الف صعدنا ممتاز الف سنه 90 قعدنا موسم. بعد كده نزلنا ممتاز ب ممتاز ب قعدنا لغايه يعني لغايه ما انا بطلت يعني لغايه ما اعتزلت وكنا في ب تمام ممتاز به. قعدنا فتره طويله خالص اكثر من يعني 10 سنين او 11 سنه بنلعب دوري ممتاز ميز. في مركز شباب منشيت النوبه هم ميز. تاريخ يعني الباسكت في اسوان زي ما بيقولوا او في من افضل فرق لعبت باسكت في الصعيد يعني. معظم اللي كانوا معاك مثلا زمايلك في هذه الفتره حاليا يعني اتجهوا للتدريب للباسكت ولا يعني طبعا احنا في ناس فيهم اخذت كادر التدريب في ناس معانا هنا في النادي معايا في الجهاز وفي ناس ماسكين في نادي كيما برضو في الجهاز ويس. في ناس اتجهت للكادر الرياضي الاداري الاداري طبعا يعني فهم يعني مش عايزين نقول هم اللي قايمين على اللعبه ده لا في ناس تاني برضو شغاله بس اغلب التيم بتاعنا او المجموعه بتاعتنا لسه في المجال دلوقتي بس طبعا تدريب واداره. نقول يعني الفتره اللي يعني قبل اللي فاتت دي كانت لعبه الباسكت في اسوان يعني نقول مش ظاهره ولكن حاليا طبعا بسم الله ما شاء الله انا شايف اقبال كبير جدا داخل النادي. تمام. هو طبعا يعني احنا يعني الحمد لله نادي اسوان يعني من اوائل اكاديميات الباسكت في الصعيد اللي احنا عملناها هنا طبعا يعني ولاد وبنات من سن 5 سنين معانا ولاد وبنات من 5 ل 16 ولاد 5 ل 18 بنات. تمام. دي يعني برضو دي اللي عملت طفره ليه لنا هنا من المدرسه عندنا هنا منها بننتقي اللي هو المميزين والناس اللي الاولاد اللي هم بيبقى فيهم انه ممكن يدي او يستمر في الباسكت بننتقي ونغذي به قطاع الناشئين. تمام. فده عمل طفره. الاول كان يعني فين مثلا بيجي حد ابنه عايز يلعب باسكت دي برضو دي من الحاجات كان دايما الاتجاه على الكوره. لا دلوقتي خلاص في اكاديميه الباسكت في مدرسه الباسكت في مدرسه الهاندبول فنادي برضو بتحفز اولياء الامور انه يجيبوا بيجي الولد. طبعا اصلا الولد الصغير لما بيجي ما ينفعش انا كولي امر اوجهه اقول له لا انت عايزك تلعب كذا ده انا اللي عايز العب كده انا كولي امر انا اللي عايز لا الولد بيجي ممكن نقعد هنا عندنا اسبوع 15 يوم واوتوماتيك يغير لا انا خلاص يروح هاندبول اسبوع 10 ايام بعد كده يروح غير كاراتيه بعد كده يروح تنس طاوله بعد يروح كوره لغايه سن معين هتلاقي الولد تاني يقول لك انا يا بابا عايز اروح خلاص عايز ارجع باسكت تاني عايز ارجع هاندبول خلاص كده هو خلاص ريسي هنا دي اللي هيستمر فيها ودي اللي هيبتدي دي اللي عرفها بعد ما انتقل هنا وهنا وهنا بيجرب لان الولد يعني ما عندوش لسه في السن الصغير ده مش هي ما يقدرش يختار او لا هو عايز دي هيجربها شويه احنا هيجرب شويه يجرب شويه ولذلك الناشئ ما بنفرضش عليه ما ينفعش يتضغط عليه لو يتضغط عليه ممكن يكره الرياضه خالص ما يلعبش هنا ولا هنا أكيد. فدي نصيحه لاولياء الامور ما تفرضش على ابنك حاجه معينه.
مصطفى في تواصل بينكم وبين اولياء الامور يعني بالنسبه لمدرسه الكره؟ طبعا طبعا اكيد طبعا. احنا هنا كالمدرسه طبعا هم لان اغلبهم بيجي بيحضر معانا التمرين لانه بيجيبوا الاولاد وبيبقى فيه تواصل طبعا يا اما من خلال التليفون او من خلال الجروبات طبعا. الجروب طبعا دي حاجه يعني لو في حد يعني بنتواصل معاهم في المواعيد في الاقتراحات في حاجه في بطوله في ماتش معانا في حاجه لان احنا برضو في التجمعات او في مهرجانات الميني باسكت برضو بنشارك بالمدرسه معانا هنا وبالفرق الناشئين اللي معانا في النادي فبنديهم بس انا والله بقول احنا يوم السبت او يوم الاحد او اليوم عندنا مثلا تجمع كذا عندنا مهرجان اولياء الامور بتبتدي تتشارك وتقول وتدي اراءها وبنبتدي نتكلم طبعا دي حاجه يعني اكيد هناك في مقاييس ومعايير معينه خاصه للاعب كره السله انتوا يعني بتعملوا حساب حاجه زي كده مثلا في اختياركم للاعيبه اللي بيجوا جداد مثلا في الناشئين او مدرسه الكره؟ طبعا دي يعني بتبقى في المدرسه هنا لا انا ما بيجيش يعني اي حد بيجي في المدرسه ما بقولوش لا تمام لحين ان هو مثلا ممكن يبقى عنده الموهبه يعني ويس. مثلا تمام هخش بقى هبتدي اخش لقطاع البطوله قطاع البطوله لا لما يجي الولد يخش خلاص هيبقى في قطاع الناشئين ده بما في حاجه اسمها القياسات عندنا تمام بيبقى مثلا انا بشوف طول الدراع طول ايده اطرافه كف ايده الجزء النص اللي تحت عنده النص اللي تحت اطول من اللي فوق شويه ده بيبقى كده هينمو هيدي طول في واحد ممكن تبص له يعني او نصين بيبقوا قريبين من بعض لا ده هيبقى يعني ايه هيوصل لحد معين ايوه تمام برضو من اولياء الامور لو الجزء اللي فوق اعلى اكتر من اللي تحت لو الجزء لا ده بيبقى فيه سنه عدم توافق دي لو السن لو الجزء اللي فوق اطول من الرجلين بيبقى فيه عدم توافق بيبقى في مشكله في الجري مشكله في يبقى عنده مشكله مع العالم ليه علاقه بالولد او البنت لا الاثنين يعني الاثنين مع طبعا العامل الوراثي دي يعني اول حاجه لازم بيبقى على تواصل مع الوالد ولي الامر والولية الامر طبعا بيبان لو والدته ووالده مثلا عندهم طول فاوتوماتيك هو هيبقى فيه احتمالات كبيره انه يبقى طويل مع بقى الرؤيه اللي هي في الحاجات اللي هي الظاهريه بتاعته المقاييس الظاهريه بتاعته بتشوف بقى الرشاقه والمرونه اللي عنده كل ده بتبين اذا كان الولد هيبقى عنده او هيجي منه او لا ده بيبقى في قطاع البطوله اللي هي الفرق الناشئه لكن في المدرسه لا ما بيقولش لحد لا ليه؟ لانه ممكن يبقى في حد بيبقى مميز يعني ممكن يكون قصير بس مميز. مثلا مميز جدا يعني ذكي صانع العاب يعني مع ان دلوقتي خلاص صانع العاب برضه يفضل ان يبقى عنده طول برضه. بس في ناس بيبقى لكل قاعده لها شواذ بتاعتها فده ممكن يبقى حد يعني خارق للعاده مثلا او يبقى حد مميز جدا 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 فخلاص فعشان كده ما بيستبعدش حد كابتن مصطفى لعيبه الاطفال اللي هم بتوع مدرسه الكوره بيبقوا لسه جايين مثلا يعني مش يعني شايفين كره السله ولكن يعني ما عندهمش حته ايه المرونه او لسه ما مش عارفين حاجه انتوا بتتعاملوا معاهم ازاي علشان تحببوهم في اللعبه تمام هو طبعا متعه الولد او البنت الصغير اللي جاي ان هو يحط الكوره في الباسكت دي ويحتفظ بالكوره طبعا ففي البدايات ما بديلوش الاساسيات اللي هي ان لازم زاويه ايده تبقى ازاي والفينش بتاع ايده يبقى ازاي لما يفنش الكوره خلاص وازاي في البدايه ما بلعبوش على الباسكت الكبير بلعبوا على ملعب الميني باسكت هناك الارتفاع اصغر شويه عشان يبقى برضو ما ينفرش الولد من ان هو لان متعه كبيره جدا ان هو يحط الباسكت دي اهم حاجه عنده تمام ان هو يحط الباسكت لو ما قدرش يحط دي 3 متر و5 ارتفاعها بالنسبه للعيل الولد صغير ارتفاع الحلقه من الارض 3 متر و5 للولد صعبه جدا فاحنا يبقى دي برضو الميني باسكت هنا في المتناول نحط الباسكت تمام مع بيبقى فيه العاب ترفيهيه يعني العمليه مش بنفس قوه تمرين قطاع البطوله او فرقه البطوله لا بيبقى فيها العاب ترفيهيه بيبقى فيها العاب فني شويه بحيث ان الولد ما يبقاش فيه ايه يعني ملل تمام مع طبعا الكور لازم يبقى على الاقل كل 3 بكوره يعني لم يكن كل واحد معاه كوره على الاقل كل 3 مع كوره ليه لان الكوره مع الولد
بتديله نوع من الجذب من الجذب ان هو يبقى معاه ما تلفلوش الكره بعد سنه. دي برده من الحاجات المهمه جدا. مع ان انت كل فتره لازم تعمل العاب اللي هي الالعاب الصغيره بنوع عليها احنا تحببه الولد في التهريج فني اللي يعمل خمسه بس. الالعاب الصغيره عباره عن ايه؟ الالعاب الصغيره مثلا ان انا ممكن مجموعه كنزات تترص ويجري الولد مش لازم يجري بالدريبل وبالقانون لا ممكن يشيل الكوره يجري يحط رمحين ثلاث قماع يجمعهم على بعض ويجري يجري يرجع تاني ويشوط الكوره على الباسكت كويس تمام ممكن ده بالنسبه له هي لعبه مع الكوره ومع الكنز ويحط الثلاث كنزات ويفك الثلاث كنزات مثلا يروح يباص يطلع الباص دي برضو نوع تاني كويس. من خلال دي بقى ابتدي لا خلاص حبيبي انت طالما عايز تحط الكوره صح يبقى خلاص هتحط ايدك كده وتعمل ايدك كده وترفعها عشان تيجي عشان فرقتك ما تخسرش. تبتدي انت تتحببه في الموضوع من خلال اللعب. غير لكن لو فرق الناشئين او فرق البطوله لا بيشتغل بقوه وبيشتغل بفوق دي طبعا اكبر. فده لا انت بتحببها يعني بشكل مبسط في نوع من الترفيه مش 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 الزام او تبقى العمليه بالجبر او تبقى العمليه ان انت لازم تعمل دي لا وتتغاضى عن شويه الاخطاء منه الصغيره عشان ما ينفعش ان انا اقفله على الواحده زي ما بيقولوا يعني. ايوه بيبقى فش قوه يعني دي. كم يوم في الاسبوع؟ طبعا احنا المدرسه عشان المدارس عندنا يومين اللي هم الاربعاء والجمعه من الساعه 4 والباقي القطاع طبعا القطاع ده يعني احنا شغال كل فرقه شغاله 3 ايام وفي فرقه 4 ايام في الاسبوع اللي هم بيلعبوا لان احنا هنا قطاع الباسكت يعني احنا الحمد لله السنه دي الفريق الاول صعد للدور قبل النهائي على مستوى الجمهوريه هنبدا يوم 8 ان شاء الله 8/2 الماتشات في التصفيات معانا سان مارك بره هنلعبهم وبعد كده هيجي العبور هنا الخميس اللي بعده وبعد كده رايح بتروجيت ده للدور قبل النهائي تمام بالنسبه لقطاع الناشئين عندي 20 سنه المفروض يوم 12 برضو اخذ اول اسوان كويس رايحين ان شاء الله معاهم الدور قبل النهائي في هنا تمام هيلعب هناك هيلعب معاك هناك كويس ماتشين بعد كده ان شاء الله ربنا يكرم ويصعد يلعب جمهوريه بقى مع بحري تمام عنده 18 سنه
برضو دور اخذنا اول اصوات. الدوره ان شاء الله يوم 17 هنا هتقام على ملاعب النادي ان شاء الله. معاهم دول خمس فرق هيلعب اربع ماتشات هنا و14 سنه برضو خدنا اول. هيلعب في هنا يوم 12 ان شاء الله معاه ثلاث فرق برضو. فاحنا قطاع الناشئين الحمد لله رب العالمين يعني ما شاء الله يعني قطاع الناشئين يعني برضو مشترك بدورات بره كده. الجهاز الباسكت في النادي طبعا يعني بدعم مجلس الاداره وان هم يعني داعمين لكره السله. اتكلم حضرتك يا كابتن مصطفى اقول لك يعني دور مجلس اداره نادي اسوان بالنسبه للعبه الباسكت. تمام طبعا احنا بنحكي في كل ده المدرسه والفرق وفرق بتسافر ورايح جاي وبطولات ده لو ما فيش دعم او ما فيش مسانده من مجلس الاداره كانش هيبقى فيه النشاط اللي انا بحكي مع حضرتك فيه ده. انا بقول لك فريق الاول لعب الدور التمهيدي هنا 10 ماتشات في الصعيد مجموعه الصعيد طلع الدور قبل النهائي لسه هيلعب 6 ماتشات ثاني بحري. كل ده دعم يعني ده كل ده الناس يعني دعم معانا واقف معانا. انا مثلا هناك اهتمام من مجلس اداره نادي اسوان بلعبه الباسكت بالتحديد. طبعا ده اهتمام يعني يعني ما شاء الله انا بشكرهم عليه ونتمنى من الله الاستمراريه في الدعم للفتره اللي جايه ان شاء الله اللي هي الفتره المهمه والحساسه يعني ان شاء الله. ده يعني بالفريق الاول والناشئين يعني احنا ده يعني تكلمني عن يعني الفريق الاول خاصه مشواره في الفتره الماضيه والفتره اللي جايه. تمام احنا الفريق الاول طبعا المجموعه الاولى اللي هو الدور التمهيدي لمجموعه الصعيد الدوري عندنا الدرجه الاولى في الباسكت بتقسم بحري ودلتا القاهره والقناه والصعيد. مجموعه الصعيد احنا كان معانا بني سويف ومعانا اسيوط ومعانا شبانينا ومعانا اسوان ومعانا ملاوي ومعانا كيما ست فرق. تمام لعبنا 10 ماتشات. تمام خدنا ثالث المجموعه دي اول وثاني وثالث بيصعد الدور قبل النهائي على مستوى الجمهوريه. كويس من باقي المجاميع في كل مجموعه بيصعد منها ثلاثه. الثلاثه دول بيتجمعوا مع بعض وتقسموا ثلاث اربعات. بيتقسموا ثلاث اربعات الثلاث اوائل من كل مجموعه. الثلاث اربعات دول بيلعب مع بعض رايح جاي. مجموعتي انا السنه دي اللي هي في الدور قبل النهائي ده معايا سان مارك اسكندريه، معايا العبور القاهره، معايا بتروجيت، نادي بتروجيت القاهره. تمام واسوان الرابع. هيلعب بالنظام اللي هو الذهاب وعوده، ماتش وماتش، ماتش عنده وماتش ماتش هنا وماتش عنده، تمام؟ هيبدا ان شاء الله يوم 8 الشهر ده 8/2 باذن الله ان شاء الله معايا سان مارك بره. هلعب سان مارك بره في الخميس، احنا بنلعب كل خميس، الخميس اللي يوم 8 هناك في اسكندريه. الخميس اللي بعده معايا العبور هنا. هاجي هنا ان شاء الله بعد كده معايا بتروجيت. بعد كده هيبدا الدور الثاني ان شاء الله. نعكس يجيني سان مارك هنا واطلع انا للعبور. بعد كده يجيني بتروجيت ان شاء الله في رمضان ان شاء الله. طيب مستعدين ان شاء الله للدوره دي؟ والله ان شاء الله ان شاء الله طبعا لاني طبعا دي يعني بيبقى مستوى ثاني وليفل ثاني. فالعمليه نتمنى من الله التوفيق زي ما وفقنا في الـ في الـ في, الـ في التمهيدي اللي هو بتاع مجموعه الصعيد ان شاء الله. يعني نتمنى ان المجلس برضو يكمل دعمه معانا واللعيبه يشدوا حيلهم كده وان شاء الله. واخبار الفرق دي ايه؟ الفرق مستواهم والله يعني طبعا هو يعني دلوقتي احنا الباسكت زمان ممكن يعني عاملين حساب مين؟ والله هي المجموعه بتروجيت طبعا يعني من فرع الشركات وما ادراك ما فرع الشركات. بتصرف لان دلوقتي احنا الباسكت كان زمان احنا متعودين ان الصرف وان انا ادفع في لعيب واشتري لعيب في الكوره. لا دلوقتي في الباسكت يعني خلاص يكاد يكون حيوازي الكوره. الباسكت والهاندبول خلاص دلوقتي بيه الاثنين بيجري ورا الكوره خلاص بيدفع فلوس. فدي ناس صرفه يعني صرفه مبالغ كويسه جدا بتروجيت. تمام والعبور كذلك نادي يعني نادي كبير. وسان مارك طبعا سان مارك دي اسكندريه دي يعني عاصمه السله في مصر. عاصمه السله يعني دي 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 فالثلاث فرق طبعا محترمين. و الفرق دي اتقابلتوا معاها قبل كده ودي اول مره؟ لا العبور بنقابلها قبل كده وسان ماركا بنقابلها قبل كده وبتروجيت اللي هي لسه اول مره. بتروجيت اول مره بس طبعا الحمد لله يعني الواحد عندنا ثقه في الرجاله بتاعتنا اللعيبه اللي انا حابب اشكرهم يعني. طبعا الناس يعني عاملين مجهود يعني ان شاء الله يوم 8 ان شاء الله نكون معاكم هنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله باذن الله. مصطفى انا في نهايه هذا اللقاء بشكر حضرتك واتمنى لك التوفيق ان شاء الله ونتمنى ان شاء الله يعني نشوف الباص.
اعزائي المشاهدين وبكده نكون وصلنا معاكم نهايه هذه الحلقه، شكرا والى اللقاء وحلقه جديده من مشوار البطوله.